من المشاكل اللي نحن عم نفكر فيها وقربت المدارس تفتح ابوابها وهل بنبعت اولادنا ولا لا، يعني بعد ما في يمكن قرار نهائي بهذا الموضوع وهذا قرار بيرجع للاهل نتيجه يعني الفيروس كورونا. اليوم بنحكي عن الصعوبات اللي ممكن يواجهها الاولاد بعودتهم للمدرسه بظل هالظروف الصعبه اللي نحن عم نعيشها، كل التفاصيل مع اماني الجردي. صباح الخير اماني واهلا وسهلا فيك. صباح النور ساشا. موضوع كثير مهم بلشنا نفكر فيه نحن كثير كاهل ومحتارين كيف بدنا تصرف مع الأولاد بعد ما كانوا محصورين لفترة طويلة بالبيت. مظبوط. كيف راح تكون البداية؟ اليوم راح نحكي عن صعوبة الطفل بالانفصال عن أهله ويروح على أول سنة دراسية اللي هي KG1. ساعتها نحن عم نحكي عن صف الروضة الأولى، كيف هيدا الطفل ممكن نتعامل معه على صعيد وقائي لنحضره لا يروح على المدرسة، وخلال روحته على المدرسة شو هي الإجراءات اللي لازم تتاخد لنسهل عملية الانفصال عن الولد. بتعرفي هون كمان أماني حتى في أولاد شخصيتهم تبقى قوية بس على القعدة بالبيت والحسرة بتحس تعودوا على الأهل، يعني مزبوط. صاروا كتير متعلقين فيهم. الأطفال اللي شخصيتهم قوية مثل ما عم تقولي ساشا هن أولاد ممكن نحن نعتبر أنه راحوا على المدرسة وما بكوا وما عملوا تانترومز، ساعتها نحن بنعتقد أنه هدول الأطفال هن ما عندهم مشكلة كان بالانفصال، وهيدي نقطة كتير مهمة نحن نحكي فيها. ما في طفل ما عنده مشكلة بالانفصال، في أطفال تختلف وسائل تعبيرها. إذا الطفل منه منفصل عن أهله وهي أول تجربة لإله وراح على المدرسة وما بكي ولا عبر ولا تضايق، بدنا نحن نعرف إنه هو عم بيتضايق من الانفصال بس هو وسيلة تعبيره منا بالبكاء أو بأنه ينق على الموضوع، هو عم بيعبر بطريقة تانية. سو أول نقطة نحن لازم نعرفها إنه كل طفل عنده مشكلة بالانفصال. كيف عم بيعبر عنها؟ في أولاد بتبكي كتير ما بتقبل تروح على المدرسة، في أولاد بتروح على المدرسة هيك مثل يقول عم يتجبروا على حالهم ما بدهم هن يبكوا، بس نحن بنشوف شوية مظاهر قلق، مشاكل بالنوم، في ولاد بلش تاكل ضفيره، في ولاد ممكن بصير عندها هيك عاده انها بتصير تلعب بشعرها بدها تقطش شعرها، في ولاد بتلعب برموشها. سو نحن بدنا نراقب كل مظاهر المؤشرات تبع القلق للاطفال لحتى نحن نبلش يعني نحاكي هيدول المواضيع. لنحكي بالسيناريو A لما الولد هو بيبكي وما بيقبل يروح على المدرسة مثل الكيس اللي هلأ بدنا انه اقراها على الشاشة اللي هو المسج. انا رح اقراها من عندي، رح نحطها اذا فينا نشوفها على الشاشة. اوكي سو مرحبا اماني، ان شاء الله تكون منيحة، بنتي امبارحة وديتها على المدرسة عمرها، هيدا المسج مدام من فلسطين، وديتها على المدرسة عمرها 3 سنوات ورفضت تدخل على الصف إلا أنه أنا أدخل معها، والمعلمات دخلوني الصف والبنت صارت تطلب مني تروح بعدها، صرت أعرفها على البنات، وبالآخر تركتها تلعب بالألعاب وما قبلت غير انطرها برا. بس ساعديني المعلمات عم بيقولوا لأنه هني ما رح يخلوني بقى أفوت على المدرسة، بنتي كتير حساسة وكتير عم تبكي وبنا مثل باقي الأولاد، ومع أنه ما حدا من الأولاد عيط على بنتي بس منا مثل باقي الاولاد. يعني مزبوط، يعني هي عم بتقول انه انا بنتي كثير حساسه منا مثل باقي الاولاد. يعني في اولاد عادي مثل ما قلتي هون ممكن بسهوله تفوت على المدرسه بس مش يعني منا متاثره بالانفصال يمكن عن الاهل. مزبوط. هلا بمسجز ثانيين نحن وياها للام لاحظنا انه بلغه التعبير عند الام هي اللي كثير ما بدها تتركها وهي اللي كثير بدها، يعني وكانها هي شوي عم يعني لها فكره انه بنتها كثير ما عم تقبل تنفصل عنها، وكانه هيدا الشيء انه بيبسطها كام انه بنتها منا قادره تروح لعندها. بس هالشيء متعب. مزبوط، هيدا الشيء متعب على الام استشري اذا نحن ما عارفين كثير حالنا بهيدا الموضوع. سو نحن شو فينا نعمل قصص لهيدا الطفل ليقدر يروح على المدرسه ونسهل عمليه الانفصال. أول شيء ما قبل المدرسة التخالط الاجتماعي هو جدا شيء مهم، ودائما بيقولوا الأهل إيه ما هي دائما بتلعب مع الجيران، ما هي دائما بتروح عند قرايبنا وهن كتير كتار. الطفل لازم يتعود على وجوه جديدة قبل ما هو يروح على المدرسة، مش وجوه معود له بيضل يشوف، هو اللي نعتبره أنه هو تمرين. بس هلأ كيف بدها تصير هيدي القصة؟ الانفصال. شو فينا نحن نعمل غير أنه هو التخالط الاجتماعي الحقيقي بظل كورونا؟
الام لما قبل ما يروح الولد على المدرسه اتس جود انها هي تاخده تعمل له زياره بقلب المدرسه، تفرجيه صفه، تفرجيه التويلت اللي هو بده يفوت عليه، تفرجي معلمته، تفرجي هذا الكادر الملعب، يروح هي وياه زياره قبل ما هو اول نهار دراسه. ثاني شغله اذا هي متعذره عليها تاخده على هيدي الجوله، كثير مهم فيها تفوت على الانستغرام على الفيسبوك، تفرجي شوي صور عن هيدول الاماكن او المدرسه، يعني بدها تفرجيه ملعبه، بدها تفرجيه مقعده، بدها تفرجيه صفه، يعني تجرب يتخيلها براسه اكثر الولد ويرتاح. وهيدي المخيله اللي انت عم تحكي عنها ساشا اتس جود انهم يقعدوا يحكوا على المواضيع، شو بتقول انت اي صفك؟ وين بتقول انت رح تلعب؟ ونحن عم نحكي معه ما نحكي ببرود انه انت هون رح تدرس، انت هون صفك، لا بنحكي بحماس، او ماي جاد اي انت وين بتتوقع حيكون صفك؟ وين بتتوقع رح يكون ملعبك؟ واو انت رايح تشوف وجوه جديده. نبرتنا نحن عم نحكي وعم نخبره عن عمليه الانفصال اول شيء لازم تكون كثير بوزيتيف، نخليه يتخيل حاله منفصل وعم يلعب، نحضره على القليله بمخيلته قبل ما بدها تصير هيدي العمليه. واول مره نخبره ساشا ما تكون للطفل عم نخبره وقت النوم، اجمالا بيعتبروا الاهالي لما بدهم ينيموا ابنهم هو هيدا وقت الحوار بيناتهم. هيدا بشكل له قلق يعني الولد بصير يفكر. مزبوط بالضبط هيك، هيدا الشيء بنجرب نحن نتجنبه من بعد الظهر ورايح، وبنجرب نحن نحكي فيه صباحا للطفل ليهضم هي ياخذ هيدا الوقت، يهضم هيدول الافكار لا يرجع طيب. يجي وقت النوم يكون هو مرتاح. سؤال هلا اذا سال انا بعرف انه اولادي يعني بختبرها دائما معهم، طب اذا قالت لي مثلا سالتني هيدي الاسئله عرفتي انه مامي انت رح تاخذيني على المدرسه، بتذكر يمكن اول سنه هيك انه رح تتركيني وتفلي او رح تبقي معي، نحن لازم نكون صريحين معهم نحن رح نكون معكم لهيدي الفتره بترجع تبقي لحالك ولا لا انه ايه رح ابقى معك بس مشان ما تبكي؟ لا كل في الاهل اللي هن لحتى يتجنبوا التانترم نوبه الغضب عند الولد انهم يقولوا لهم انه هن رح يضلوا معهم وهن فعليا حقيقه ما رح يضلوا معهم، بيعمل فيكسيشن الولد على هذا الموضوع، يعني هو بصير اكثر قابليه انه يعلق بهالحدث لما فعلا بتتركيه وبتفلي وشافك خنتي يعني بيعمل قصة، ممكن يعمل معنى من هيدا اللي صار انه انا هي منا شخص انا فيه وثق فيها، انت عم بتهزي البوند اوف تراست بيناتكم، وهو بصير يعممها على غير قصص، يعني بصير بالاوقات العاديه اللي انت بتقولي له انا حاعمل هيك هو ما بقى عنده ثقه بهيدا الموضوع، ويمكن ما يعمل معنى ثاني انه انا ماني ورث انف انه انا تبقى معي، انا مني إناف لها ان هي تبقى معي، هي استغنت عني باصعب ظروفي من دون ما انت تقلي قبل. سو ديفينتلي ما نخون اطفالنا بهدول الظروف، الطفل ممكن يعلق فيها ودائما يتوقع وعم تهزي علاقه الثقه بين بعض. سو نحن كنا عم نقول انه اخبار الطفل بنحطه فيرتشولي بموقع المدرسة قبل ما نروح على المدرسة، عبر أنه نحن نحكي معه، عبر أنه نسأله أسئلة لحتى نحن نكتشف شو أكتر شيء رح يضايقه. في أم قالت لي أنا عم خبره لابني أكتر شيء سأل مين بدي فوتني على التواليت، وطلع طفل أنه بعده ما أنه تويلت تريند، سو هو هيدا هاجسه. فبيسكلي لازم نحن مش بس نخبرهم عن عملية الانفصال، لازم نسألهم أسئلة لنكتشف شو أكتر شيء مخوفهم بموضوع الانفصال. يعني الطفل لما كتير يسأل عن التويلت ممكن يكون هو أصلا خايف مين بده يفوته على التويلت، إذا الطفل كتير سأل عن مين أصحابه بالصف ممكن هو بيكون عنده ما كتير عارف أصلا يتعامل مع الوجوه الجديدة، إذا هو الطفل كتير سأل مين معلمته لكن هو أصلا هالأثوريتي فيجر تعامله مع الشخص الناضج قدامه ممكن يكون بخوفه، إذا هو كتير سأل عن المكان لكن هو شخص كتير حساس على الفيزيكال أمبيانس على المطرح يعني على المحيط اللي له فيه. فكل طفل عبر أسئلته ممكن لقي له حلول. نعم. إذا هو سأل كتير عن كيف هو الفيزيكال أمبيانس شو ممكن نحن نعمل معه، ممكن نطلب من المعلمة أنه نحن نبعث له غراضه
على المدرسة، لأنه إذا هو شخص يتأثر بالمحيط كتير حيفيده يشوف لعبته لإله بقلب صفه، بيرتاح بحس بينتمي لهالمكان أكثر. مزبوط، ممكن يطلب الكرسي لإله هي تروح على الأول صف، ونرجع نبلش نسحبها شوي بشوي. إن هو سأل كتير عن المعلمة، it's good إنه نعمل زوم كول معها للمعلمة، يحكي يسمع صوته يشوف شكلها قبل يسألها هيدول الأسئلة. بس هلأ زمن المدارس اختلف، يعني مع الكوفيد 19 يعني الحضور إذا بدك بالصف أماني رح يكون كتير قليل، يعني نحكي يمكن مرتين بالأسبوع، وعلى على جروبس يعني مقسمين للتلاميذ. وهيدي الى اتس دبل ايدج ويبن، يمكن هيدا الولد لما هو بهالجو عم ترجعي بتشيلي. مزبوط، يعني هيدا الشيء هو رح هيدي الطلوع والنزول بعدم تعاطي مع هيدا الروتين، هو خاصه بالفتره الاولى هو يمكن ما يكون مساعد كرمال هيك. هدول النصايح اللي عم نقولهم هن جدا كثير اساسيه وكثير مهمه. اذا الولد لكن سال عن المحيط، قلنا انه في عنا ناخذ فيزيكال اوبجكتس لهم. اذا الولد سال عن المحيط، المهم مهم انه يحكي معه. اذا الولد سال عن الاولاد، مهم انه هو يعرف اسمائهم مثلا قبل ما يروح، على القليله عم يتحضر انه هن يحكي مع هدول الاطفال. يعني هيدي فتره كثير اساسيه نحضر اولادنا للموسم الدراسي كيف ما كان. بعرف انه مرحله كثير صعبه، مش بس على المدارس، على الاهل وعلى الاطفال، بدنا نتكاتف كلنا مع بعض لنتخطى هيدي المرحله الصعبه. شكرا لك اماني الجردي على هالمعلومات، اسبوع جاي اذا الله راد.